زي ما قلنا لكم هنتكلم في الفقرة دي عن محبي الحيوانات الأليفة. يمكن ناس كتير قوي بالنسبة لها ان هي تربي حيوان أليف في البيت ده بيكون أكتر هواية عندها وأكتر حاجة بتخليها سعيدة ومبسوطة، ولكن تفاجأ بعد شوية وقت لما ترتبط بحد ان هو مثلا ممكن يكون عنده فوبيا من الحيوان ده، أو هو ما بيحبش الحيوانات بشكل عام، أو مش بيحب وجودهم في البيت. فيا ترى في الحالة دي هل هتفرط في حيوانك الأليف ولا هتفرط في شريك حياتك؟ ده اللي هنتناقش فيه معاكم من خلال الفقرة. هتعملوا إيه؟ هنعمل إيه؟ أنا ليه أساسا أدخل في حياتي في اللايف زون بتاعتي حد ما بيحبش الحيوانات؟ لا مش شرط على فكره، ممكن ما يبقاش مش بيحبها بس ولا بحبك ولا بكرهك يعني. بس خلينا كده من بعيد بس لبعيد. بس انت عارفه انا انت فكرتيني بحاجه انا لسه حالا فاكرها. إيه انا بقى؟ اختي عندها فعلا فوبيا ومشكله من اي حاجه بريش بشعر بالظبط، حاجات كده يعني، الفرخ ما تقدرش تشوفها الحاجات دي. ففجاه بقى عندها كلب في البيت اللي هو كلبي. وكنا صغيرين اللي هو يعني لا هي اتجوزت ولا انا هتجوز ولا انا ههرب يعني في البيت، لا احنا قاعدين كلنا والكلب جه. فبدات ان هي تتاقلم بقى لدرجه ان هي بقت تنزل هي اللي تمشيه بعد فتره يعني. بس اكيد كان جه صغير او جه صغير كان جه صغير كان جه صغير كان جه صغير. لكن انت متخيله ان حد فعلا عنده فوبيا؟ اصل الفوبيا دي بتبقى صعبه قوي، كارثه يعني. بتبقى صعب، مش اللي هو لا انا ما بحبش، لو ما بحبش حاجه وعندك فوبيا دي بتبقى غصب عنه زي وانت روح. ما مش عارف، بس انا يعني شايف الموضوع لو جه مفاجئ، حد جاب لك هديه، هنا دي مشكله بقى. لا مش هديه، هو مثلا حد عارف مش بنتكلم على هديه مثلا، فراح جايب لك مثلا حصل ان هو في خلفه عنده ولا حاجه، راح جايب لك ايه جرو صغير كده قال لك ايه دي هديه، وانت رحت ايه؟ ايوه ماشي، مراتك قالت لك مش عايزه الكلب او القطه دول. لا طبعا هنا الوضع بيختلف اكيد طبعا، المدام يعني وضع هنا لازم يبقى فيه والمسؤوليه اديها بقى لحد تاني بيحب المسؤوليات زي حالتك كده. خلينا نطلع نشوف. طيب البوكس اللي معانا على طول كده، مش هاخد حاجه من انا عندي جرايم في البيت مش ناقص، انا عندي ما شاء الله 5 ولا 6 جرايم في البيت. خلينا نطلع نشوف البوكس ده بسرعه ونيجي تاني. بتحب الحيوانات عامة؟ شويه. ربيتي حيوان قبل كده؟ لا بس انا كنت مرتبطه بحد كان هو مربي كلب، وكان يعني معتبره حاجه اساسيه. يعني فضلوه على علاقتكم؟ لا مش فضله، هو كان يعني بيأهلني نفسيا ان هو حاجه اساسيه هتبقى في حياتنا. طبعا الحاجات ديت لازم يكون في وفاق ما بين الطرفين، او حتى الاسره كلها والاطفال يكونوا متفقين على ان في حيوان اليف، لان دي بتبقى مسؤوليه يتعلموا منها كمان حتى يعني حياتهم. يعني مش هقدر استغنى عن شخص، بس هعامله بمنتهى الحب ومنتهى الضمير يعني، لان دي روح ودول شركائنا هنا في الحياه يعني كله. لا ما حصليش الموقف ده، بس انا عامه الحيوانات ماليش اي تعامل معاها، يعني بحس ان انا عندي حساسيه منها وبقلق منها عامه. بحس دايما عندنا قطه بس ما بتعاملش معاها. كام سنه مربيها؟ لا من زمان يعني، بقى لي داخله في 10 سنين يعني، خلاص هي بقت فرد من العيله عندنا. لا عادي بتعامل معاها عادي يعني، بقى لها سنه ونص يعني عشره وكده، ف بروح البيت يعني لازم تكون موجودة. بتخانق معاهم في البيت يعني لما بأكلوهاش وكده، فحياتي هي. هو حسب الحيوان هيبقى ايه. مثلا لو انا بشوف مثلا ناس بتربي حيوانات غريبة مثلا زي القرود، ده مثلا حيوان ما اظنش هو يمثل حاجة لحماية، او مثلا يعني احساس عاطفي معاه، لان يبقى احساس يعني غريب يعني. بس غير كده مثلا لو حيوان زي كلب يبقى احسن حيوان، لانه يمثل حمايه للانسان. وبعدين الكلاب برضه حيوانات اليفه قوي، احسن توازن ما بين الحيوانات الاليفه والشرسه. القطط بتخليكي يعني ما بتفكريش في، بتحسي الحياه بسيطه ما تستاهلش اي حاجه، اللي هي اكلها وشربها، وبتدور قوي على اللي بيهتم بيها وبتتجاهل اي حاجه حواليها. انا صراحه ضافت لي كتير يعني، بجد غيرت لي حاجات كتيره في حياتي. والله هي القطه حلوه، ويعني احنا بنجيبها عشان بتفرغ الطاقه السلبيه اللي بالجسم يعني، هي حلوه وبتفهم، ويعني احنا ما عندناش احفاد وما عندناش، قاعدين في البيت لوحدنا بقى بنتسلى فيها، وزي ما قلت لك بتطلع بتقول الطاقه السلبيه. طب شريكه حياتك خيرتك ما بينها وما بين القطه يعني؟ ممكن او ان انت من كتر ما اتعلقت بالقطه هي مثلا غارت من اهتمامك بيها؟ لا لا بالعكس، هي بتحبها اكتر مني والله.
انا اللي بغار منها. لا حاسه انه لو انا ارتبطت بحد اصلا دماغه هتبقى واصله انه يفكر انه يقارن نفسه بالحيوان الاليف اللي عندي او الكلب اللي عندي، لا ما اعتقدش انها هكمل لاسباب كتير، يعني غير فكره ان هو انت ليه اصلا هتحط نفسك في المقارنه دي، يعني لا. الحيوان ليه مكانته الخاصه في حياتنا، والانسان لا it's different value. الانسان دوت هو اللي بيدينا امتدادنا للحياه، انه احنا نبقى بنكوميونيكيت مع البشر اللي زينا، انه يكون في حيوانات في حياتنا دي حاجه تاني مختلفه.